أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم.